اثنان من أشهر الفنانين الإيرانيين معا للمرة الأولى، النحات بارفيز تانافولي والمخرج السينمائي عباس كيارستامي، يعرضان أعمالهما في دبي، وكيارستامي يظهر براعته كمصور بعيدا من الجوائز العالمية. كيارستامي بالنسبة إلي هو واحد من أهم الفنانين في زمننا، وهو مشهور بأعماله السينمائية، لكنه أيضا مصور بارع. بالطبع كل فن له استقلاليته ومفهومه الخاص. يعتبر تانافولي أهم نحات معاصر في إيران، ويعرض هنا 30 عملا، منها قطع من مجموعة تحمل اسم هيتش، وإلى جانب المنحوتات 13 صورة فوتوغرافية لكيارستامي، منها هذه الصورة الثلاثية. بعض الصور التقطتها عندما كنت أبحث عن مواقع تصوير لأفلامي. على سبيل المثال أخذت مجموعة من الصور عن الأشجار عندما كنت في كردستان أبحث عن مواقع تصوير لفيلمي الريح ستحملنا. نال فيلم الريح ستحملنا جائزة في مهرجان البندقية بعد سنتين من نيل طعم الكرز صحفة كان الذهبية، والجمهور هنا تجذبه أفلام كيارستامي كما صوره. إذا شاهدت أفلامه تلاحظ الكثير من العناصر، وعنصر الدراما قوي جدا. أفلامه تؤثر لوقت طويل حتى بعد أيام من المشاهدة، وهذا بالضبط هو الشعور الذي ينتابني عندما أشاهد صوره. شعور ستستمتع به دبي حتى نهاية شباط فبراير.